اهلا بكم يا مهند من محمود للسيارات. تعالى اوريكم حاجه حلوه جدا ومثيره للغايه في التريل باص البي اتش اديشن، الرؤيات المحيطيه في الكاميرات. يلا بينا. زي ما انتم شايفين التريل باص عندنا هنا تنزل 2 دي مود، نضغط عليها 3 دي مود، نحرك الكاميرات زي ما احنا عايزين، يمين يسار امام خلف زي ما تحب. عندك كاميرا للتوب توين هوك، نرجع تاني على 2 دي مود، اختار بقى اللي احنا عايزينه. شوف بيحدد لك تصفى في اضيق الاماكن، بيساعدك عليها. يلا بينا. شكرا.